إذن نستمر معكم مستمعينا الكرام في برنامج هاتف المساء، وفيما يتعلق بقضايا متنوعة في هذا البرنامج. بالتأكيد الكثير من الجوانب مع المهندس فهد حمد دريب العجمي، رئيس فريق مصنع إصالة الغاز بمصفات ميناء الأحمدي التابع لشركة البترول الوطنية. نرحب فيكم في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله، أحب أشكركم على هذه الاستضافة. حياكم الله، وإحنا نتشرف في استضافتكم وفي برنامج هاتف المساء. وفيما يتعلق بزيادة 30% والكويت ترفع طاقتها الانتاجية من الغاز لتصبح 3.125 مليار قدم مكعب قياسية، نرحب فيكم في هذا البرنامج. وبداية حدثنا حول آخر المستجدات. شكرا على الاستضافة مرة أخرى، وفي البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحب بس استغل هذه المناسبة أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب السمو وسيدي ولي عهده والقيادة السياسية والشعب الكويتي، وأخص بالذكر القيادة في شركة البترول الوطنية والعاملين على نجاح تشغيل مشروع خط الغاز المسار الخامس، حيث يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الشركة البترول الوطنية من حيث الأهمية والإنتاجية. نعم، وإحنا أيضا نبارك هذا الموضوع، نتمنى خالص التوفيق بإذن الله تعالى. ونبدأ في الحديث حول هذه القضية وقضية اليوم، وبداية نريد إلقاء النظرة على خطوط الغاز في شركة البترول الوطنية، ونقدم فكرة لمستمعينا الكرام حول هذه الخطوط. نعم صحيح، طبعا بالنسبة لخطوط الغاز تعتبر شركة البترول الوطنية الوحيدة في صناعة الغاز في الكويت، حيث تمتلك الشركة 4 خطوط للغاز بالإضافة إلى مشروع خط الغاز الخامس، وهي تعمل بالتوازي، حيث كان تشغيل أول 3 مصانع للغاز في عام 1979 بطاقة استيعابية تقدر بمليار و500 قدم مكعب، وبعد تزايد إنتاج الغاز تم إنشاء وتشغيل خط الغاز المسال الرابع في عام 2015 بطاقة استيعابية تقدر ب 800 مليون قدم مكعب، وفي عام 2022 تم التوفيق من الله بتشغيل خط الغاز المسال الخامس. نعم، أيضا هناك الكثير من التفاصيل في هذا الملف، لكن هل يترجم خط الغاز الخامس أهداف الشركة الساعية للتوسع في المشتقات المربحة التي تتوافق مع متطلبات السوق العالمية بوجهة نظرك؟ نعم صحيح، لا شك أن يعتبر المشروع ترجمة لأهداف الشركة في التوسع في إنتاج مشتقات هيدروكربونية ذات الجودة والقيمة العالية، ولتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات محليا وعالميا، فيما تعود أهمية المشروع الاقتصادية إلى زيادة تغذية مصنعي الأوليفينات الأول والثاني التابع لشركة إكويت من غاز الإيثان، وتلبية الطلب المتزايد لمحطات توليد الطاقة في وزارة الكهرباء من الوقود الغازي غاز الميثان، وأيضا لتعزيز صادرات الكويت من غاز البروبان والبيوتان إلى السوق العالمي. نعم، الآن أيضا هناك بعض التفاصيل أخرى، لكن بالنسبة لمسألة رفع الكويت لطاقتها كما تم ذكره في عنوان هذه الحلقة، ورفع الكويت لطاقتها الانتاجية من الغاز إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب قياسية، ما الذي يعني هذا الأمر وما هي الجوانب الإيجابية من هذه الخطوة؟ طبعا لا شك أن ذلك سيعزز الطاقة الاستيعابية للشركة، حيث أن ذلك سيزيد استيعاب الكميات الإضافية المنتجة من حقول النفط التابعة لشركة نفط الكويت، مما يحقق الاستغلال الأمثل للثروة الوطنية وتفادي حرق تلك الغازات نعم، لكن هل تحتاج الكويت لمزيد من مصانع الغاز مع رفع الكويت لطاقتها الانتاجية من النفط بحلول عام 2035؟ لا شك ذلك أن الشركة بصدد إنشاء مشروع خط الغاز السادس والذي لا يزال قيد الدراسة والجدوى الاقتصادية، وذلك رفع قدرة الانتاجية للغاز وتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية،
وكذلك لاستيعاب الكميات المستقبلية من إنتاج الغاز مثل حقل الدرة الذي تم توقيع الاتفاقية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في الفترة السابقة. نعم، اليوم نرى بأن هناك حاجة من دول العالم لما يتعلق في الغاز، لا سيما مع الأحداث في القارة الأوروبية ومسألة امدادات الغاز لدول عديدة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك دول أخرى تستفيد من هذا الأمر. فالسوق بحاجة، هل السوق بحاجة إلى تنويع مصادر الغاز وإلى زيادة إنتاج الغاز من قبل مصانع الغاز؟ وكيف يؤثر هذا الموضوع بشكل إيجابي على هذه الخطوة التي تقبل عليها الكويت؟ طبعا هذا ذلك مصادق مع استراتيجية وأهداف الشركة بهذا الخصوص، لأن في إنشاء الخط الغاز الخامس سيكون هناك زيادة إنتاجية، وبطبيعة الحال سيتم توفير الكميات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على هذه الغازات الهيدروكربونية. نعم، إن كان هناك بعض التوصيات أو بعض الجوانب التي نحتاج إلى توضيحها لمستمعينا الكرام حول هذه الزيادة ورفع الطاقة الإنتاجية من الغاز لتصبح 3.125 مليار قدم مكعب قياسية، فما هي؟ نعم، طبعا لا شك أن زيادة الطاقة الاستيعابية الهدف الأساسي يتمحور حول محورين. المحور الأول هو المحور البيئي، لأن ما يتم إنتاجه من الغاز في شركة نفط الكويت في حقول النفط التابعة لشركة نفط الكويت هي غازات مصاحبة، يعني يتم إنتاجها مع إنتاج النفط الخام، وبذلك إذا لم يكن هناك استيعاب لتلك الكميات من الغاز سيتم حرقها، وفي ذلك عدم استغلال لتلك الثروة الوطنية. وكان الهدف الأساسي هو زيادة، هو المحافظة على البيئة في عدم حرق تلك الغازات، وزيادة الربحية في إنتاج منتجات ذات جودة وقيمة عالية. نعم، إذن كل الشكر للمهندس فهد العجمي رئيس فريق مصنع إسالة الغاز بمصفات ميناء الأحمدية التابعة لشركة البترول الوطنية الذي حدثنا حول هذه القضية، ونتمنى لكم خالص التوفيق وتشكرون على جهودكم وكذلك على تواجدكم في برنامج هاتف المساء. شاكركم كل الشكر، ويعطيكم الصحة والعافية، مشكورين. كل الشكر لك وإلى اللقاء.